قضية العجز المالي الذي من الممكن أن يؤثر بنسبة كبيرة على مسألة الموازنة، هل نحن بحاجة إلى 200 تريليون دينار وبنسبة عجز تصل إلى 33% من هذا المبلغ الإجمالي؟ يعني المبلغ ربما كبير، ما هي الأسباب في ارتفاع قيمة الموازنة اليوم في للحكومة العراقية؟ شوف حقيقة أنا هذا العجز اللي يحكون عنه مستبعدة جدا. اولا احنا الايرادات اللي دخلت لنا او اللي مفترض تدخل لنا، احنا دنشتها هسه بالمناسبه تدري ال 14 ما عندنا موازنه وال 20 ما عندنا موازنه وال 22 ايضا ما عندنا موازنه. نعم. دنمشي هسه موازنه 21 اللي هي 1/12. موازنه 23 لحد الان ما مقرره، انا حسب اعتقاد اذا ارادت تقر بشهر السادس يلا تقر. لكثره مثل ما دنشتي هسه المغانم اللي بين كل الوعود السياسية تقول أنه في الشهر الثالث من المحتمل أن تقر، وفيها يعني هذه التأكيدات ربما لا تأتي من فراغ، اتفاق الكتل السياسية على هكذا ما راح تتفق الكتل السياسية نهائيا نهائيا، ما راح تتفق إلا كل من يأخذ المغانم مالت المضي. لهذا من تحكي على عجز، يعني العجز دا يروح لمن؟ دا يروح لهذه الفئات. هسه احنا قد الإيرادات توقع حل عندنا، أنا أتوقع إيرادات عندنا ما لا تقل من النفط فقط لا تقل عن 127 مليار دولار.